بمناسبة زيارة الرئيس السيسي اتفاق مصري هندي على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية. مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين وتدعو لوضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني. كندا تنضم للولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بحضراتكم. والبداية بزيارة الرئيس السيسي للهند. اتفقت مصر والهند على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة. وفي بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى نيودلهي، كرر الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عزمهما المشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود متضافرة لمكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف. كما أكدت الدولتان التزامهما بالتعددية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز واحترام السيادة وسلامة أراضي جميع الدول. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية في العاصمة نيودلهي. كما أجرى الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال هنود في مقر إقامته بنيودلهي. تكريما للدولة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند، وتقديراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من تطورات وأزمات متلاحقة. شاركت مصر في احتفالات الهند بيوم الجمهورية
وهو اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن الامتنان على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها سيادته بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بيوم الجمهورية، ومعربا سيادته عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات. كما شاركت كتيبة من القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودلهي بحضور السيد الرئيس. بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقين، خاصة في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بنيودلهي السيد جاغديب دهانكار نائب رئيس جمهورية الهند. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لزيارة نيودلهي وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سومان سينها رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور الهندية العالمية للطاقة النظيفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة أداني العالمية جوتام أداني الذي أكد على التطلع لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية في ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر. نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال قادرون باختلاف إلى الكلية الحربية. يأتي ذلك في إطار مسؤوليات القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصري. تايس تايس ما بوقفش، بقلب أسد ما بخافش، ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش،
بمسك في الحلم وانا لما بشب بطول السحاب. ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة. ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل غير الكتف اللي يشيل. يا معافي يا معافي حكمك كمل للآخر، من أنت اللي بينسوك بيهموك دايما في الصورة أسطورة وخطير مش أي خطورة. نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية، وذلك في إطار مسؤولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية قادرون باختلاف، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة ودورهم الهام في بناء المستقبل. أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتي تفاعل معها الحاضرون. كما نفذت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضاً عسكرياً داخل أرض طابور الكلية الحربية للترحيب بأشقائهم من أبطال قادرون باختلاف. وكذا تنفيذ عدد من التمارين الرياضية المختلفة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي داخل الكلية. وقدم الطلبة مجموعة من العروض الصامتة باستخدام السلاح، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من تدريب قتالي عالٍ. وقام الوفد بمشاهدة عدد من المعدات العسكرية التي يتم تدريب الطلبة عليها بالكلية، وكذا المرور على مضمار الفروسية. على فكرة يا ريس، انت تتخيلك عملت لي هنا فسحة لذيذة وحاجات، شفنا الساقة وشفنا كل حاجة. وتحية مصر، وتحية مصر. واحنا نعاطي مبسوطة جدا، حبك احساسي قوي قوي. الزيارة طبعا ويوم حلو وانا بسطت جدا، وانا النهاردة لما شفت الرجالة الوحوش دول يعني ما شاء الله، يعني
لا ده بجد انا بحييهم. اشكرك يا سياده الريس، رايي ان هي كانت زياره جميله قوي وهما بيهتموا بينا. بقوله شكرا يا سياده الرئيس. الرجاله دول، من غير الرجاله دول احنا ولا حاجه. ده انا بشكر وزير الدفاع، وانا وريت تقرر تاني وتالت، ودي يعني حاجه، يعني دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، يعني ان انا ده اللي انا ازور قرية حربيه وصور مع الرجاله دي كلها. مبسوطه قوي، جميله جدا ومبسوط بيها، دايما تكرر كتير. بحبكم قوي، تحيا مصر. احنا جينا هنا واستمتعنا كلنا الصراحه، يعني انا مره اجي مكان واستمتع بالاستمتاع اللي انا بستمتع بيه دلوقتي. كان يوم حلو قوي 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 قوي. وشكرا يا ناي، شكرا على الحاجات اللي انت عملت لنا قوي، شكرا قوي. لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش، ما تكفيش. شكرا ما تكفيش. حاجة نفسيا بيروحوا نفسيا مرتاحين، والعيا ده بينسوه، كل اللي بنقضيه هنا بينسى ده كل اللي احنا بنشوفه. بس الحمد لله ولادنا هم راجعين، بتبقى السعادة باينة في عينيهم من غير ما يتكلموا، فدي حاجة بتسعدنا طبعا كلنا. صراحة حاجة جميلة جدا، احنا مبسوطين قوي اللي احنا جينا الكلية الحربية، وخصوصا الأطفال ذو الهمم يعني بيحبين الموضوع قوي ونفسهم يشوفوا يعني اخواتهم بيعملوا ايه، فيعني مبسوطين ان احنا بنشكرهم جدا يعني. الزياره جميله قوي، اتبسطنا من اول ما دخلنا، طبعا ترحيب جامد من جيش بلدنا العظيم، احنا متعودنا على كده من السنه اللي فاتت برضو كنا موجودين، كانت زياره حلوه جدا جدا. خير اجناد الارض، ربنا يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم ويحفظ الرئيس السيسي، الله يحفظه ويحميه. يعني انا اصلا يعني انا عندي اعاقتين، عندي محمود ضعيف بصر وعندي مؤمن متلازم الدم، فالاثنين بصراحه يعني الاثنين في قمه السعاده النهارده، يعني يعتبروا انطلقوا انطلاقه جديده اول مره يجربوها. شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية. المزيد في التقرير التالي. لوحة احتفالية تزينها الفرحة والبهجة عمت شوارع الجمهورية مع نزول رجال الشرطة إلى الشوارع والميادين وسط المواطنين للاحتفال معهم بالذكرى 71 لعيد الشرطة، والتي ترسخ لمعاني التضحيات والفداء من أجل كرامة الوطن، وهي معاني يقدرها المصريون الذين تفاعلوا مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم، مقدمين التهنئة لهم بهذه المناسبة. والمفروض إحنا اللي نجيب لكم الهدية مش أنتوا اللي تدونا الهدية، بجد بجد كل سنة وأنتوا بألف صحة وخير وسلام، وربنا يحميكم يا رب، وقلبنا فداكم كمان. كل سنه وانتم طيبين وربنا يحافظ عليكم، انتوا الامن والامان. كل سنه وانتم طيبين بعيد الشرطه، ودايما يا رب كده مصر امن وامان ومبسوطين على طول. كل سنه وانتم طيبين وشكرا على الهدايا الحلوه دي. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع وفوق الجميع حافظها ربنا. وكل مسلم أو مسيح شايل إسبان يديها قلبه وروحه وحياته كلها، ولادها أبطال أسود عايشين في أمن وأمان على حسهم بصراحة بعد ربنا، يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يخليكم لينا ويخلونا الدنيا كلها أمان إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين ومصر بخير يا رب دايما، ودايما ما عايشين في أمن وسلام. كل سنة وهم طيبين. شرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل باقات من الورود وهدايا متنوعة أهداها رجال الشرطة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتهنئة متبادلة بهذه الذكرى الوطنية المخلدة في ذاكرة التاريخ المصري، والتي تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب، فعيد الشرطة هو عيد كل المصريين.
يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده. ربنا يوفقكم ودايما حافظين مصر واحنا الشعب كله معاكم طبعا. طول عمرنا كده عايشين بامان بوجودهم معانا، كل سنه وهم طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده. الاحتفالات بعيد الشرطة امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث تم توزيع الورود على مرتادي المتحف من ضيوف مصر على خلفية موسيقات الشرطة التي استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية متنوعة. كل سنة وانتو طيبين، كل سنة وانتو طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عيني وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. والمفروض احنا اللي هنقدم لكم الورده دي على الامان اللي انتم عايشين فيه، ما يرضي الله والله. وانتم امان للبلد وحسن امان للملايين يعني في كل حته بصراحه. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤوليه وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. فرحة المصريين بالشرطة هي تقدير لهؤلاء الرجال الذين يسهرون على أمن الوطن، وتقديرا لتضحيات يبذلونها في سبيل تحقيق ذلك، فهي عيون لا تنام. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير دايما يا رب، وعيد شرطة سعيد ان شاء الله. انتوا ظهرنا، ربنا يخليك، ظهرنا وبنعلى بيكم، ربنا يخليك، والله العظيم بنعلى بيكم، ربنا يخليك، ظهركم في اي حاجة. مبسوطة ان احنا عندنا ناس حلوة ومحترمة وفخورة بالناس ومش بلد. كل سنة وهم طيبين وجعل سنة سعيدة عليهم وربنا يقويهم على هم فيه. ويحميهم وينصرهم ويحمي رئيس مصر وجيش مصر يا رب. أمين أمين أمين. أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة. ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة. ودعت مصر كل الأطراف الدولية المحبة للسلام والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين إلى الاطلاع بمسؤولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين. كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 9 شهداء و20 إصابة، مشيرة إلى أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية. قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين خلال مؤتمر صحفي أن القيادة الفلسطينية قررت أيضا استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني. كما قررت القيادة الفلسطينية التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل 7 ووقف الإجراءات أحادية الجانب.
جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه للمفاوضات مع روسيا قبل انسحاب القوات الروسية، وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية إن المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا سحبت روسيا جنودها واعترفت بخطئها وتم تشكيل حكومة جديدة في موسكو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-25 في دونياتسك. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها قامت بتصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، مؤكدة أن القوات الروسية اتخذت خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية خلال الهجوم في اتجاه دونياتسك، كما تم تدمير 3 مدافع هاوتزر في اتجاه خيرسون. اعتبر الكرملين أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات لكييف يجعلها طرفا في الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد كييف بدبابات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن العواصم الأوروبية وواشنطن يدلون دائما بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة لا يعني بأي حال تورطهم في المواجهات، مؤكدا أن موسكو لديها رأي مختلف بهذا الشأن إذ ينظر إليها على أنه تورط مباشر في الأزمة. أعلنت ألمانيا أنها تنوي تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد في أواخر شهر مارس أو مطلع أبريل القادمين. من جانبه قال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إنه سيبدأ محادثات مع صناعة الدفاع الأسبوع القادم لتسريع شراء الأسلحة وزيادة إمدادات الذخيرة. كانت الولايات المتحدة وألمانيا قد تعهدتا بتسليح أوكرانيا ودعمها عسكريا في خطوة وصفتها روسيا بالخطيرة. في خطوة نددت بها روسيا ووصفتها بالخطيرة، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن خطط لتسليح أوكرانيا بعشرات الدبابات القتالية. الولايات المتحدة أعلنت أنها سوف ترسل 31 دبابة من طراز M1 أبرامز إلى أوكرانيا بعد ساعات من تأكيد ألمانيا أنها سوف تنقل إلى كييف دباباتها من طراز ليوبارد 2 وإعلان مشابه من النرويج ودول أوروبية أخرى. البيت الأبيض أشار إلى أن التطورات الميدانية في أوكرانيا استدعت سرعة تسليمها الدبابات الجديدة، مشيراً إلى أن وصول الدبابات قد يستغرق أشهراً، وأكد البيت الأبيض أن دبابات أبرامز لا تشكل تهديداً للأراضي الروسية وإنما للجنود الروس داخل أوكرانيا، مضيفاً أن البيئة الأمنية في أوروبا تغيرت بسبب أزمة أوكرانيا وأن لدى واشنطن نحو 100,000 من القوات الأمريكية في أوروبا وهم باقون. من جهتها انتقدت الخارجية الروسية تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية وقالت إن هذا الأمر جزء من مخطط مسبق لشن حرب على روسيا، محذرة من أن الولايات المتحدة تجر أوروبا إلى حرب كبيرة. أما الكرملين فقال إن أي دبابة أمريكية أو ألمانية لن تساعد كييف في تغيير مجريات المعركة، محذرا من أن جميع الدبابات الأمريكية أو الألمانية ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي. أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن بلادها سترسل 4 دبابات ليوبارد الألمانية 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وأشارت أنيتا إلى أن كندا قد تقدم المزيد من دبابات ليوبارد 2 بعد التشاور مع الحلفاء، موضحة أن أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات التي يتم التبرع بها لكييف. قال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية أليكس تشوك إن بلاده تأمل في وصول دبابات شالينجر 2 التي ستمد كييف بها إلى أوكرانيا في نهاية مارس القادم. وأكد تشوك في كلمة له أمام البرلمان أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.
تشهد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تصعيدا في الهجمات الروسية على كييف، والتي استهدفت بعشرات الصواريخ والمسيرات الروسية. ويأتي ذلك التصعيد تزامنا مع إعلان الغرب عن مد الأخيرة بدبابات قتالية. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. تصعيد كبير في الهجمات الروسية شهدته أوكرانيا بعد إعلان الغرب مد كييف بدبابات قتالية. عشرات الصواريخ والمسيرات الروسية استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى، مما دفع الجيش الأوكراني إلى إعلان حالة التأهب القصوى في عموم البلاد. السلطات العسكرية في كييف أكدت تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الروسية التي وجهت نحو المدينة، لكنها دفعت بعدد كبير من سكانها إلى النزول إلى الملاجئ والبقاء فيها، بعد تأكيد المجلس الإقليمي في كييف أن خطر الضربات الجوية لم ينتهي. كما اشتدت المواجهات بين الطرفين في الجبهة الجنوبية، حيث قصفت القوات الروسية مناطق عدة لسيما خرسون وميكولايف، واستهدفت الصواريخ الروسية كذلك منشآت للطاقة في مقاطعة أوديسا على ساحل البحر الأسود، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. وفي الجبهة الشرقية على ضفاف نهر دنيبرو تعرضت مدينة زابوريجيا لهجمة صاروخية روسية جديدة، كما أعلن الدفاع الجوي الأوكراني رصد صاروخين موجهين نحو مقاطعة دنيبرو. وتزامن التصعيد العسكري الروسي مع تحذير أوكراني من تحضيرات قتالية روسية انطلاقا من القرم، حيث قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن موسكو تعد لعملية تعبئة جديدة في المنطقة. وبالتوازي مع التحركات الروسية في القرم، أكدت أوكرانيا حاجة كييف إلى مزيد من المدفعية بعيدة المدى لضرب التعزيزات الروسية التي تصل من شبه جزيرة القرم. وقالت إن الروس ينقلون ذخيرة وعتادا إلى مستودعات تبعد عن خطوط الجبهة الجنوبية أكثر من 80 كيلومترا. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن الرئيس جو بايدن يفكر في القيام بجولة أوروبية تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي توافق الشهر القادم. وأوضح المسؤولون أن إحدى المحطات الأوروبية هي بولندا، والتي تعد حليفا رئيسيا في حلف شمال الأطلسي، وتضم حاليا الآلاف من القوات الأمريكية التي تعمل أيضا كمركز لعمليات نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. واستبعد المسؤولون أن يسافر بايدن إلى أوكرانيا كجزء من هذه الرحلة نظرا للمخاوف الأمنية المستمرة. أعلنت اليابان عقوبات إضافية على روسيا ردا على هجماتها الأخيرة في أوكرانيا، شملت حظر تصدير سلع استراتيجية أساسية، كما جمدت أصول عشرات الأفراد. وستحظر اليابان تصدير شحنات السلع التي يمكن استخدامها لتعزيز قدرات موسكو العسكرية، ومن بينها معدات ومكونات أشباه المواصلات والروبوتات والمولدات الكهربائية والمتفجرات واللقاحات، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير. وجمدت اليابان كذلك أصول 3 كيانات و22 شخصا في روسيا و14 مواليا لها على صلة بضم أقاليم جنوب شرقي أوكرانيا. صعدت أسعار النفط على نحو طفيف، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني. ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط. ذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خططا لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل، وهو ما سيجري تطبيقه على مشتقات مثل وقود الديزل الذي يباع بسعر أعلى من سعر الخام. وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره
45 دولارا للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود. سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة أبطأ ليبلغ 2.1% خلال عام 2022 مع تراجع النشاط في الأشهر الأخيرة من العام حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية. ويشهد النشاط الاقتصادي تحسسا في وقت رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الإقراض المرجعي 7 مرات العام الماضي على أمل في تهدئة الطلب وكبح التكاليف فيما ارتفع التضخم. وسجل قطاع العقارات تراجعا تلاه انخفاض التصنيع ومبيعات التجزئة. تراجعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأمريكية الصنع في شهر ديسمبر، كما انخفضت الشحنات للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى ضغط ارتفاع تكاليف الاقتراض على التصنيع حاليا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات السلع الرأسمالية تراجعت 2% الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم 31 من شهر يناير والأول من فبراير مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي. طلبت دار المحفوظات الوطنية الأمريكية من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ونوابهم إعادة التحقق من سجلاتهم الشخصية بحثا عن أي وثائق سرية أو سجلات رئاسية أخرى عقب اكتشاف مثل هذه الوثائق بحوزة الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن ونائب الرئيس السابق مايك بينس. وبعث الأرشيف الوطني الأمريكي برسالة إلى ممثلي الرؤساء السابقين ونواب الرؤساء من الإدارات الست الأخيرة المشمولة بقانون السجلات الرئاسية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تفكيك والسيطرة على شبكة مختصة في الهجمات السبرانية بعد عملية لمكتب التحقيقات الفيدرالية استمرت عاما ونصف العام. وقال وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند إن الشبكة الدولية تابعة لبرامج الفدية المسؤولة عن محاولة ابتزاز بمئات الملايين من الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم. اعتبرت روسيا أن بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية التي تم إطلاقها للمساعدة في مراقبة الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ستؤجج التوترات في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وصول ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى المناطق الحدودية بين البلدين لن يؤدي إلا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة ويزيد من حدة التناقضات الحالية. سعى وزراء الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل للحد من الهجرة غير النظامية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل ارتفاع أعداد الوافدين، مع إعادة طرح أفكار مثيرة للجدل مثل إقامة أسوار على الحدود ومراكز لجوء خارج أوروبا. وقالت المفوضات الأوروبية للشؤون الداخلية خلال محادثات بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي إن هناك زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين بجانب معدل إعادة منخفض للغاية. وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وصول نحو 330 ألفا بشكل غير قانوني العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان.
تشهد عدد من الدول في الخليج ظروفا جوية غير مستقرة مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، ففي عمان غطت الثلوج التضاريس وأشجار جبل شمس أعلى جبل في البلاد بعد أن انخفضت درجة الحرارة وفقا لإدارة الأرصاد الجوية العمانية إلى ما دون درجتين تحت الصفر. وفي الإمارات هطلت أمطار غزيرة في بعض أنحاء البلاد مما تسبب في تجمع بعض المياه في الشوارع، ونتيجة لذلك أغلقت بعض المدارس أبوابها، بينما أصدرت شرطة دبي تحذيرات تتعلق بالسلامة ودعت السكان إلى الامتثال للإرشادات. اجتاحت العواصف الثلجية مناطق عدة في كوريا الجنوبية واليابان، ما أدى إلى تعطل حركة الطرق ورفع المسؤولون تحذيراتهم من الثلوج الكثيفة في تلك المناطق، وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. عواصف ثلجية عنيفة اجتاحت اليابان وكوريا الجنوبية وأدت إلى رفع درجة التأهب وتعطل كبير في حركة المرور. في اليابان أدت العواصف الثلجية والبرد القارس إلى سقوط عدد من القتلى بعد أن سجلت درجات الحرارة مستويات منخفضة بلغت 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، ما أثر على حركة القطارات والطرق. درجات الحرارة الباردة تعد الأشد وأدت لحدوث اضطرابات واسعة النطاق، ما دفع السلطات لتوجيه تحذيرات للسكان بالمناطق المطلة على بحر اليابان وساحل الأطلسي بهطول المزيد من الثلوج، بينما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتسجيل أقصى سرعة للرياح بلغت نحو 25 مترا. وفي كوريا الجنوبية رفعت السلطات حدة تحذيراتها من الثلوج الكثيفة في العاصمة سول والمناطق المجاورة، حيث انخفضت درجات الحرارة لنحو 10 درجات مئوية تحت الصفر. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية طقسا صعبا، مما أثار مخاوف من أن ظروف القيادة قد تزداد سوءا بعد التساقط الكثيف للثلوج، بينما نشرت السلطات مئات العمال والمركبات من أجل رش أكثر من 3,100 طن من المواد الكيماوية لإزالة الجليد من الطرق الرئيسية السريعة. وفي الوقت الذي حاولت كوريا الجنوبية تجنب حوادث المرور الكبرى، أفاد السكان بمئات المنازل ومعظمها في العاصمة سول بأن مقاييس ضغط المياه أو الأنابيب تجمدت أو انفجرت. والآن مشاهدي الكرام، وقفة مع أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعالمية، نستهلها من صحيفة الأخبار التي كتبت مقالا تحت عنوان عصر جديد للعلاقات التاريخية بين مصر والهند. أكدت الجريدة الاتفاق بين مصر والهند على تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على أمننا القومي. وأضافت الصحيفة أن البيان المشترك أكد الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، كما نقلت تأكيد الرئيس السيسي أن ما يجمع مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة يجعل من البلدين جسرا مهما للتلاقي والحوار والتعاون. سلطت جريدة الوطن الضوء على تجهيز مؤسسة حياة كريمة 100 عروسة بالوادي الجديد ضمن مبادرة يدوم الفرح، فضلا عن قيام المؤسسة بإنشاء مكتبة باسم الصحفي الراحل علام عبد الغفار في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، تقديرا وعرفانا لجهود الراحل لدعم المشروع القومي حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم. نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن نائب سابق لرئيس وكالة الاستخبارات الأوكرانية قوله إن اعتقال عميل مخابراتي أوكراني رفيع المستوى متهم بالتجسس لصالح روسيا سلط الضوء على الحاجة الملحة لتطهير جهاز الأمن الرئيسي في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن جهاز الأمن الأوكراني أفاد أنه اعتقل ضابطا برتبة مقدم في صفوفه للاشتباه في ارتكابه خيانة عظمى ونشر صورة
لحزم نقدية عثر عليها في منزله، وأشارت الصحيفة إلى أنه يقال إن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه استخدم هاتفه المحمول لتصوير وثائق توضح بالتفصيل موقع نقاط التفتيش العسكرية في زابوروجيا، وهي منطقة خط أمامي في جنوب شرق البلاد، وإرسال معلومات عبر حساب بريد إلكتروني مسجل على نطاق روسي. أشارت صحيفة لوموند الفرنسية أن مصدرا برلمانيا قال إنه تم تقديم قرابة 7000 تعديل على مشروع إصلاح نظام التقاعد للنظر فيها في لجنة بمجلس النواب، معتبرة أن عدد التعديلات يعرض إمكانية وصول النواب إلى توافق حول النص ضمن الحدود الزمنية يعارضه ويعرضه للخطر. وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الاجتماعية في هذا الإصلاح ابتداء من الاثنين القادم، لافتة إلى أن سلسلة التعديلات ركزت على المادة 7 من مشروع القانون لمعارضة تأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما. يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الألمانية الجمعة في مباراة تحديد المراكز من 5 حتى 8 ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد، وسيخوض الفائز من مباراة مصر وألمانيا لقاء على المركزين 5 والـ6 أمام الفائز من النرويج والمجر، أما الخاسر فسوف يلعب لتحديد المركزين 7 والـ8، وكان منتخب مصر خسر في ربع نهائي أمام السويد بنتيجة 26-22. تقام اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع 16 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف أسوان فريق طلاع الجيش في 3:45، وينتقل الإسماعيلي مع الداخلية في 5 مساء، فيما يواجه المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري 7 مساء. تأهل اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي بعد أن أقصى النصر من نصف نهائي كأس السوبر بثلاثية مقابل هدف على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. سجل ثلاثية الاتحاد كل من رومارينيو وعبد الرازق حمد الله ومهند الشنقيطي، بينما أحرز تاليسكا هدف النصر الوحيد في الدقيقة 67. ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر بعد أن تأهل الأخير على حساب نظيره الهلال بهدف من دون رد. سجل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور 2 في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 على أتلتيكو مدريد ليتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وضع ألفارو موراتا مهاجم ريال السابق أتلتيكو في المقدمة بعد 19 دقيقة، ونجح الريال في التعادل عبر رودريجو قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. استفاد ريال مدريد من طرد مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 خلال الشوط الإضافي الأول، ليحرز بعدها ب5 دقائق كريم بنزيما هدف التقدم قبل أن يؤكد فينيسيوس جونيور الانتصار في الدقيقة 120 بهدف ثالث. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وفيما يلي نعرض لحضراتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة.
وقبل الختام إليكم تذكيرا بأهم وأبرز العناوين. بمناسبة زيارة الرئيس السيسي اتفاق مصري هندي على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية. مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين وتدعو لوضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني. كندا تنضم للولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة. لمزيد من المتابعة والأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة ولكم تحياتي محمد المهدي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.